السلام عليكم. طبعا اليوم ما راح اقول اهلين فيكم في فلوق جديد، راح اقول اهلين فيكم في اول درس لتعلم اساسيات الايفون. طبعا انا سويت مقطع قبل ما يقارب يمكن 5 سنوات او 6 سنوات، كانت في قناتي الثانيه، عن طريقه استخدام الايفون من الصفر. هالمره ما راح ابدا من الصفر لان المقطع اللي قبل تقريبا تكلمت فيه كل شيء، كيف تفتح حساب في ابل وتحمل برامج وكل شيء. الحين ما راح اتكلم عن الاشياء كلها، بس بتكلم بما ان ابل الحين غيرت اليوزر اكسبيرينس في الجهاز الجديد، ان طريقه استخدام الجهاز الجديد اختلفت بنسبه مثلا 50% او 40%، لان ما في زر الهوم تحت مثل الاجهزه القديمه اللي كان فيها زر الهوم تحت. الشرح اساسيات التعامل مع الايفون راح تكون طويله، فقررت اني اجزئها الى 5 مقاطع، كل مقطع يمكن ما راح اخليه 30 ميزة او 30 طريقة لاستخدام الايفون. كذا اذا كنت ملم في 150 ميزة هذه، راح تكون معك طريقة التعامل مع الايفون الجديد سهلة، ممكن تكون اسرع من تعاملك مع الايفون القديم اللي هو بالزر اللي تحت. فخلونا نبدأ. الميزة الاولى، الكل يعرف ان الايفون الحين ما في زر هوم تحت، فاذا كنت داخل في اي برنامج راح يطلع لك خط هنا اسود او ابيض على حسب الخلفية. هذا الخط هو الهوم اللي كان موجود في الايفون القديم، هذا هو نفسه هذا الخط اللي تحت. فأول كنا نطلع من البرامج، الحين لازم نسحب لفوق ونطلع من البرامج. وبرضو لازم تعرف إذا خليت الجهاز على لاندسكيب كذا، الهوم بوتن بتكون تحت، ففي أي برنامج في أي لعبة بس تفورها راح يكون الهوم بوتن تحت عندك كذا تطلع من البرامج. وإذا كنت بتشوف برامجك المفتوحة، كنت تضغط على الزر الهوم مرتين، الحين بس تسحب وتعلق في الوسط راح يطلعون لك برامج كذا. برضو إذا كنت في برنامج وشفت الهوم اللي تحت عندك الخط هذا لونه أسود أو مثل ما قلت لكم أبيض على حسب الخلفية، فهذا يعني أن عندك برامج مفتوحة في الخلفية. في السابق تقدر تتنقل في البرامج حقينك أنك تضغط ضغطتين ويطلعون لك كذا، بعدين تتنقل فيهم تروح أي برنامج تبي. الميزة الجديدة الحين لا، أنك تقدر تسحب بس على جنب تتنقل في جميع البرامج اللي فتحهم. وبرضو إذا كنت بتسوي هالحركة بطريقة أجمل تتنقل بين البرامج، تقدر ترفع وتروح كذا. وإذا كنت بتسكر برامج اللي مشتغلة بالخلفية، عليك إنه ترفع وتوقف شوي يطلعون لك برامج كلهم، تلمس الشاشة ثواني يطلع لك الخط الأحمر فوق، تقدر بس تلمس كذا وتحذفهم بسرعة أو تسحب نفس الحركة القديمة. كنا في الأول إذا بنروح للكنترول سنتر نسحب الشاشة على تحت ونوصل للكنترول سنتر. فأجهزة أبل المستقبلية ما في الخيار ده، لأن الخيار هذا راح تحول للهوم. الحين لازم تسحب من جهة اليمين فوق توصل للكنترول سنتر. وبرضه هذه الطريقة الوحيدة اللي تقدر تشوف فيها نسبة الباتري عندك، أو إذا البلوتوث شغال عندك أو لا، وإذا كنت حاط منبه أو لا، تتأكد من طريق الكنترول سنتر. برضه تقدر توصل لمركز الإشعارات من جهة اليسار كذا، هذه الإشعارات هنا تكون عندك أو في الوسط. لغة الجهاز عندك عربية راح يكون العكس، فالكنترول سنتر راح يكون في اليسار، الإشعارات تكون عندك في اليمين. والميزة اللي ما تغيرت هي إنك لو تسحب من نص الشاشة في أي مكان توصل لخيار البحث. وبرضو كنا أول نضغط زر الهوم علشان نشغل سيري، أو تقول لها هي سيري أو بالعربي مرحبا سيري وتشتغل عندك، إذا ما اشتغلت الحين. المهم الجهاز الجديد بما أنه ما فيه هوم بتن، تضغط زر الباور 3 ثواني تشتغل عندك سيري. إذا كنت أبي تلتقط شاشة الجهاز لازم تضغط الباور مع الفوليوم أب تطويل الصوت، تضغط ضغطة كذا صورت الشاشة. وإذا كنت أبي تطفي الجهاز أو تخش على مكالمة الطوارئ، تضغط الباور مع زر خفض الصوت كذا تقدر تطفي الجهاز عندك. طبعا طفيت وتوهقت، ارجع معكم بعد ما اشتغل الجهاز. الحين اذا كنت تبي تستخدم خدمه ابل باي، طبعا اذا نزلت عندنا في السعوديه ودول الخليج في وقت عمل الفيديو هذا، بس الامارات نازله. اذا كنت حاب انك تستخدمها ونزلت عندك في المنطقه، عليك انك بس بعد ما تسوي السيت اب عندك في الوالت توصل يم جهاز الدفع اللي فيه خدمه ابل باي، تضغط ضغطتين على زر الباور، تطلع لك الصرافة اللي عندك. إذا كان عندك صرافتين راح تطلع تنتين، تختار أي واحدة، بس الجهاز يسوي سكان لوجهك راح تقدر تدفع. أو إذا كانت مزعجة عندك إنك تضغط ضغطتين بالخطأ وتشتغل عندك أبل باي، تقدر تخش الإعدادات تنزل على أبل باي والوالد وتطفيها من هنا. في الأيو 10 كنت إذا رفعت الجهاز بتشوف الوقت أو التنبيهات، بس ترفع الجهاز راح تشتغل عندك الشاشة. طبعا الجهاز مش أيو 10، فالمشكلة الحين في الايفون الجديد ان بس ترفع الجهاز راح يشتغل عندك الشاشه
وراح يقرأ وجهك وبيفتح الجهاز عندك. إذا ما كنت حابب تفتح الجهاز بس تبي تشوف الساعة تقدر، وإذا الجهاز محطوط على الطاولة أي مكان بس تضغط على الشاشة مرتين كذا تشوف الساعة. لأن مثل ما تشوفون الحين الجهاز، أنا لمسته وشفت الساعة، الجهاز مقفول مثل ما تقدر توقف الميزة هذه، تخش الإعدادات، عام، إمكانية الوصول، تنزل تحت، توقف الضغط للتنبيه كذا، كان الجهاز عندك طافي تلمس مرتين ما تشتغل الشاشة عندك. لازم تضغط زر الباور أو ترفع الجهاز عندك تشتغل الشاشة. لو ان الجهاز مغلق كذا ورفعته راح يفتح، هنا شفتوا فتح الجهاز. برضو في شاشة الغفل تقدر توصل الكاميرا بضغطة قوية على أيقونة الكاميرا هنا اللي هي 3D Touch كذا توصل الكاميرا. برضو الفلاش انك تضغط ضغطة قوية توصل الفلاش كذا، شغلت الفلاش. جهاز الايفون ابعاد الشاشة حين تختلف، فلو انك تخش اليوتيوب او تشاهد اي مقطع في سناب شات وغيره المقطع راح يكون عندك صغير مثل ما تشوفون. لو بنفتح القناة عندي بشغل المقطع، لو تشاهدون الحين الشاشة صارت سودة هنا في الجوانب. طبعا هذه المشكلة راح تنحل في السنوات القادمة، لكن الآن لو انك تبي تشوف المقطع بأبعاد الشاشة كاملة لازم تكبر على الشاشة كذا، راح تقدر الحين تشوفه بأبعاد الشاشة كاملة، لكن راح تفقد بعض الديتيلز في نفس الفيديو بكذا لو انه في كلام تحت هنا راح يروح. لكن هذه الميزة الوحيدة المؤقتة الآن انك تقدر تشوف فيديو بأبعاد الشاشة كاملة. الجهاز أبعاده كبيرة فشبه المستحيل انك تقدر تستخدمه بيد واحدة، لكن في حل انك تخش الإعدادات، عام، إمكانية الوصول، تشغل تسهيل الوصول بكذا. إذا كنت برا وتبي مثلا تبي توصل للإشعارات بدل ما انك تتعنى ترفع صبعك لفوق كذا بس تلمس لتحت بنفس الحركة وكذا تقدر توصل للإشعارات، أو انك تلمس تحت تروح كذا الكنترول سنتر. طبعا هذه الميزة في أي مكان بس تلمس لتحت تقدر توصل لأي مكان عندك فوق. لاندسكيب الحين إذا كنت تبي توصل كنترول سنتر أو مركز إشعارات، الحين من اليسار هنا تقدر توصل كنترول سنتر، ومن اليمين تقدر توصل الإشعارات إذا كنت في اللاندسكيب، أو من تحت تطلع. طبعا يختلف على اللغة، لو إن اللغة عندك إنجليزية راح يكون بالعكس، هنا الكنترول سنتر وهنا الإشعارات. وإذا كنت تحس إن جهاز الآيفون 10 أو مستقبل أبل القادم بدون زر الهوم صعب الاستخدام في الأجهزة، تقدر تحط زر بديل عن زر الهوم عندك، تخش الإعدادات، عام، إمكانية الوصول، تنزل تخش على الأسيستيف تاتش، تشغل عندك فوق وتخش التخصيص وتكنسل الخيارات دي كلهم مثل ما تشوف كذا، وخلي المفضل عندك وتخش عليها وتختار الشاشة الرئيسية كذا. خلاص عندك زر الهوم هنا بدل ما انك تسحب للفوق، نفس زر الهوم القديم انك تلمس تطلع الشاشة الرئيسية. لو تخش في برنامج بس تلمس عليه يطلع الشاشة مثل ما تشوفون كذا، يكون عندك زر هوم مؤقت. او انك تدخل برضو نفس الشيء الاعدادات، عام، امكانية الوصول، اسيستيف تاتش نفسها، تغير الاعدادات عندك هنا باي شيء تبي. مثلا انا حاط لو اضغط طاطة واحدة ينزل عندي الكنترول سنتر من فوق، ما يحتاج اني اسحب لفوق واطلعها. اضغط ضغطتين تسكر الشاشة عندي، او اني ادفع اي برنامج بس اضغط بال 3D Touch يكون نفس زر الهوم اني اطلع في اي برنامج اكون. اضغط ضغطة مطولة يصور الشاشة، فانت بكيفك تقدر تعدل عليهم من هنا، تختار الاشياء اللي تبيها. هذه الميزة مش محصورة للايفون 10، لأي ايفون مع الاصدار 11. الحين تقدر تسحب البرامج دفعة واحدة، فمثل كذا لو تضغط على اي برنامج تضغط الاكس، المس البرنامج نفسه وحركه لين يروح الاكس عندك كذا راح الاكس. الحين تقدر تلمس اي برنامج ثاني يتجمعون مع بعض مثل ما تشوفون، تقدر تحطهم هنا او ترجع تسحبهم توديهم في اي جهه نفس الطريقه. كذي سهل عليك انك ترتب برامجك بسرعة. برضه اذا كنت في الشاشة الرئيسية تقدر تروح البرامج الشغالة في الخلفية عندك بس انك تسحب اليسار اليمين كذا نقل بينها. اذا كنت تصفح موقع او داخل في اي برنامج ونازل تحت، الميزة اللي تعجبني في الايفون من بدايته الى الان موجودة هنا، انك لو نزلت تحت تصعد اعلى الصفحة بس تلمس فوق يصعد لك فوق. الميزة اللي موجودة الآن في الآيفون 10
انك لو ترفع الجهاز يقرا الجهاز وجهك ويفتح الجهاز معك، اللي هي الفيس اي دي. تقدر توقف هالميزه اذا كنت مش حاببها. طريقه انك تخش الاعدادات وتروح على الفيس اي دي او رمز الدخول، تحط الباسورد حق جهازك وتوقف هذه الميزه من هنا. تقدر توقف الاشياء اللي تقدر تستخدمها والجهازك مقفل، مثلا عرض اليوم الاشعارات الحديثه، انك تطلع عندك اشارات في قفل الشاشه، مركز التحكم ما تقدر توصل له اللي هو الكنترول سنتر، سير ما تقدر توصل لها، الرد بالرسائل لو جاك تنبيه تقدر ترد عليه، الاشياء الثانيه كلها، اعاده اتصال المكالمة الفائته، لو عندك مكالمه فائته هنا تقدر تضغط عليها مطول ترجع تكلم الشخص، تقدر توقف هذه الخدمه من هنا. برضو في نفس المكان هنا الميزه انك تقلل من حمايه الايفون، لو تطفي هذا الخيار يجيك تنبيه. الميزه هذه اذا كانت شغاله فالجهاز الايفون اذا كان مفتوح مثل ما تشوفون الحين الليزر شغال يبي يقرا وجهي، لكني انا ما طلع في الايفون الحين، فاذا ما طلعت في الايفون ما راح يفتح الجهاز معك، لازم تطالع فيه ويفتح الجهاز. ده الميزه تعتبر حمايه اكثر، ليش؟ اذا كنت نايم ما يقدر اي شخص ياخذ الجوال منك ويحط على وجهك ويفتح الجهاز. احيانا مثلا بعض الاشخاص يبون الجهاز يفتح قبل ما يطلعونه، فتقدر تطفي هذه الميزه خلاص، بس او ترفع الجهاز على وجهك، لو انك تطالع في شيء ثاني راح الجهاز يفتح معك، تقدر تطفيها من هنا. والميزه الرابعه في نفس خيارات الفيس اي دي ورمز الدخول هي الميزات المتبعه للانتباه، ما ادري كيف ترجمه، بس ان المهم اذا جهازك الايفون مثلا كان على طاوله وجاتك مكالمه، بس ترفع الجهاز راح الفيس اي دي يشتغل ويشوفه، اذا كنت طالع في الجهاز راح يخفض الصوت. طبعا هذا الشيء ينطبق على المكالمات والتنبيهات واي شيء ثاني. هذه الميزه جميله موجوده في سيري، لكن ما تدعم اللغه العربيه، يعني لو تضغط على سيري وتقول لها اي كلمه تترجمها لك راح يطلع لك خيارات ترجمه، لكن المشكله انه ما تدعم العربيه. لو بنجرب الحين Translate Hello. Sure. Translate. تختار أي لغة تبيها، مثلاً الفرنسية. Bonjour. في السنوات الجاية راح تدعم العربية. ميزة الترانزليت بسيري ما تشتغل الآن إلا على اللغة الإنجليزية بالأكسنت الأمريكي. فلو عندك سيري وتبي تشغل الميزة دي لازم تخش الإعدادات سيري وتروح اللغة وتخليها على الإنجليزية للولايات المتحدة. كذا تقدر تقول لها. لو إنك تخليها مثلا للمملكة المتحدة بريطانيا وتجرب راح يقولك سيري انه ما تقدر تسوي الميزة هذه. نجرب الحين نشوفهم. Translate hello. I can't translate from British English yet. Sorry about that. Can you specify the unused? مثل ما قلت لكم هنا ما تقدر تسوي ترجمة على اللغة الانجليزية في خيار البريطاني. فاذا كنت تبي الميزة هذه لازم تخليها على الولايات المتحدة. كده. Translate hello. Sure. كده شغال. Translate عندك. Into which language? بدنا نشوف إيطاليان. Ciao. في نهاية أول جزء إن شاء الله تكون الميزات هذه مفيدة بالنسبة لكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع، وانتظروني في الجزء الثاني تقريبا راح يكون بين فلوقين أو ثلاثة فلوقات جزء، والسلام عليكم.